تركك البرنامج على الطاير أثر عليك من ناحية أنك كنت متعود عليه فجأة وقفته. هل السبب فعلا من محتوى البرنامج؟ في برامج زيك وعادي. فجاوبت سؤالك بنفسك يا عزة عزاوي. عزة قرد، اسمك عزة قرد في تويتر أو في صورة قرد. تركي البرنامج كتقديم أيوه يعني صعب صراحة، القرار كان صعب لأن شيء جد كنت أحبه جدا، لكن في نفس الوقت يعني يمكن نقدر نسوي أشياء ثانية، في أفكار كثير نقدر نشتغل عليها. و جوابي ما كان مرة رهيب، حنتقل لسؤال آخر. غفران سليماني سألت بالإنجليزي، قد يكون لأنها دارسة في أمريكا. So do you really think you're making a real change؟ هل تعتقد أنك بتسوي تغيير؟ أتوقع أنه لو في تغيير صار، يعني مش أنا على الطاير، وعلى الطاير لما تقول على الطاير تتكلم على فريق كبير يعني، إيوة لو أنه تغيير مو مرة عظيم، بس بالقليلة صار فيه برامج كثير زي على الطاير، أو برامج مجرد انه صار في برامج على اليوتيوب، فصار عندك محتوى، ودائما اعيدها انه محتوى للمستهلك السعودي من السعوديين، فهذا تغيير جدا عظيم، لانه بدل ما نجلس نشوف اشياء مدبلجه وكذا صار في محتوى جديد، صار في فرص عمل، صار في طاقات كثير بتتفجر. بستخدم كلمه تتفجر اعتقد ممنوع تتفجر، بس حلو انه شفنا هذا التغيير. لو هذا الحال كتغيير صار وشايفينه يعني ملموس، أعتقد جميل. طموحي الشخصي كان أكثر، لكن يعني الحمد لله. أنا كنت أتمنى برضو أنه يصير تغييرات ثانية. من الأشياء اللي لاحظتها أنه في جهات حكومية والله تفكر في الموضوع، وطبعا هنا ما له علاقة على الطائر، بس على الطائر وإنتو أنتوا الناس اللي على تويتر وعلى الفيسبوك اللي بتكتبوا، زي ما تقول استعجلتوا الجهات الحكومية يخشوا السوشيال ميديا، والجهات الحكومية اللي يمكن شغالة ومصحصحة، وتلاقي جهة عن جهة مختلفة يعني صحصحتها، فتلاقيهم داخلين على تويتر، داخلين على الفيسبوك، يجاوبوا أسئلة ومش عارف إيه. هذه ما أعتقد لها علاقة على الطائر، بس إنه حبيت أطرحها يعني. بس هو بشكل عام تفاعلكم أنتوا الناس اللي يصوروا دول الناس القانونيين غلط يعني، بس إنه هذه الأشياء بتسبب ضغط، فتضطر الجهات الرسمية إنها تخش تقول يلا تعال خليني أنا أسمع لكم ونشوف ونتجاوب معاكم، جهات أفضل من جهات يعني. الأمور اللي يحتاجها المدير عشان ينجح ويستمر في منصبه الإداري، من نوال عبد الله. ما أقدر أجاوب ده السؤال، اشتري كتاب يا نوال. يعني يمكن إذا حابين نتكلم عن الإدارة بشكل عام في جلسة الحالة، يعني ممكن الأسبوع الجاي مثلا، اللي عنده أفكار لجلسات الأسبوع الجاي كده موضوع على يعني نتكلم عليه يكتبها في الكومنتس، اللي ياخذ أكثر لايك نخليه هو موضوع على الأسبوع الجاي. فما يقدر نتكلم على ده موضوع. سارة تقول رافض يشتغل، ممكن لو تنزله بعدين، حينزل على اليوتيوب، فلو انت بدأت تطفش ترى حينزل على اليوتيوب مسجل، يمكن حقصقصه شوية بس عشان الوقت، ما أبغى يكون ممل يعني للناس اللي على اليوتيوب. تكلم عن برنامجك عمر حسين الحب فين؟ طب أقول لكم فكرة البرنامج، هم ما خلوني أصور، طيب بس أنا أقول لكم الفكرة. الفكرة إنه صدق ما أقدر أقول لكم، دوبني تخيلت شكل راكان هو يزعني، ما بلاش ما حقول لكم، بس كتبتها، اي احد يبغاني كده على جنب اوري له هي، كتبت المحتوى. غير نغمه ايفونك ترى بسيطه، حمل اي تيونز واسحب نغمه حطها. طيب في واحد حشني حشه جيده بس ما حقولها. عمر حسين وش اعمالك الجديده؟ قلتها قبل شويه، شغالين على 5 برامج، واذا واحده منها طلعت حيكون شيء يعني ناجح ان شاء الله. هل حقا يوجد برنامج يا ابويا؟ مره نحب عمر حسين والحب فين. ايوه في برنامج عمر حسين والحب فين وكتبته، وفي له شخصيه واحد يلبس بنطلون شارلستون. اوكي شخصيه واحد لابس بنطلون شارلستون، يعني عشان دليل اني كاتب. شاكر الشريف، عمر هل تطمح في يوم انك تكون وزير العمل؟ لا، انا اؤمن شخصيا انه الشخص المفروض ما يبحث عن منصب، او ما ادري، احس هذا جزء من الثقافه الاسلاميه اللي عندنا، احس انه الواحد يحطوه في المنصب، يعني هو يقول لا ما ابغى ما ابغى الا انا ابغى اصير وزير، لا انا ما ابغى، طيب خلاص خلاص حصير وزير ويحطوه وزير.
بس طبعا الواقع شيء ثاني، والنتائج تثبت انه نحن في الخالف اللي المفروض يكون. محمد ابو داحي، ليش ما تكمل ابو سرال وفالينا؟ كتبنا 3 مواسم من ابو سرال وفالينا كقصه، الحين لازم نسوي لها سكريبتنج. ما ادري من الناس اللي يعرفوا برنامج تكي، برنامج تكي برنامج جدا ناجح يعتبر نسبيا يعني. والدليل ليش؟ لانهم جلسوا وكتبوه بالتفصيل وبعدين صوروه. نبغى نسوي شيء زي كذا من ابو سرال وفالينا، يعني تعلمنا من تجربه تكي انه شوف كيف لما تقعد على الشيء وتدي له وقته، وجلسوا انقطعوا فتره يعني بعد الحلقه الرابعه جابوا نتيجه حلوه. نبغى نسوي نفس الشيء، بنواجه صعوبة ان نحصل سكريبت رايترز اللي يسموهم كتاب سيناريوهات اعتقد. فشكرا على سؤالك يا محمد ابو داحي. طيب في اسئلة دحين مكررة لان الناس جو متأخر، فاذا نزل على الفيديو على اليوتيوب اتفرجوا من البداية يعني الناس اللي جو متأخر. على فكرة هذه القناة اللي حكون نزل فيها فيديوهات، فاذا تبغوا تسووا سبسكرايب ما نقول لا، هتشوفوا فيديوهات قديمة تضحك او تحزن اكثر من الضحك، لانه هذه كانت قناتي الشخصيه اللي ما فيها احد يعني. الفيديوهات ما حتكون فيها اشياء رهيبه يعني، بس كذا انا اتكلم امام كاميرا. عمر لك وحشه، هذا الفارس ريان المقر. طيب شكرا. ليه ملزق وجهك في الكام؟ شكرا يا عبد الله الشريف. لا يا عمران السيافي، ما راح تيجي تصور في امريكا. لا اذا رايح امريكا حاعطيكم خبر، ما في شيء قريب. وتصوير خاصه ما في شيء اصوره في امريكا. في برنامج ما ادري شفتوه اسمه هنا سيليكون فالي، بيصوروه على اخره اعتقد، مره رهيبه تحمست له. بيصوروا جوه يوتيوب جوه فيسبوك جوه مش عارف ايه، ما ادري اذا دخلوهم ولا طردوه يعني، بس انه روحوا شوفوا هنا سيليكون فالي. تحس نفسك مرتاح بعد ما خلص على الطائر، مرتاح يعني من الشموسه ودي الاشياء من حسنه 1998. حسنا اذا انت تولدتي في عام 1998 حابب اقول لك انه فاتك هدف سعيد العويران. بس معلومه كنت بقولها. امي جدا مرتاحه. انا مو مره مبسوط، بس امي جدا اسعد انسانه في العالم باني وقفت على الطائر. وام زوجتي حماتي كمان جدا سووا حفله، ما جابوا لي كيكه بس مره مبسوطين انه وقفت اقدم. ليش ما صرت الرئيس التنفيذي ليوتيوب؟ جاوبته بس حاول اجاوبه ثاني يا عبد الله المحسن. قرار شخصي انه ابغى اسوي شيء ثاني، مشروع ما هو اعلامي يعني، بس فهذا عشان كذا ما صرت رئيس التنفيذي. قصور الخطيب تابعوه في تويتر، هو من الناس اللي زمان، بالنسبه للناس اللي زي حسن اللي 1998 ما تعرفين، بس هو زمان سوى برنامج مع الشقيري اسمه يلا شباب. طبعا هذه للكبار، انا صراحه ما شفت هو يقول انا مصدقه يعني. ما اتوقع ان الطائر كان يقدم صوره سيئه عن السعوديه لباقي الدول، انا متابعه عمانيه مع اني احترم شفافيه البرنامج. ايوه هذه من الاشياء الصعبه تحبكها، انه هل بس يعني في الاخير انت بتسوي برنامج اعلامي لك وفي ناس من الخارج حيتابعوه زي كنت من عمان، وشيء جميل. بس يعني اتابع مثلا من تقريبا 30 سنه او 60 سنه، لا بالغت من 60 سنه، من 30 سنه في برامج في امريكا اللي هم يسموها ليت نايت شوز، بشكل عام ينتقدوا السياسه بشكل عنيف جدا، بس ما احس انه خرب صوره امريكا، لان انت في الاخير اعلام معناها انه في ناس بيسووا برامج زي كذا، في ناس بيسووا برامج فكاهيه، في ناس بيسووا برامج دعائيه، في ناس بيسووا، فلا هو برنامج من المفروض يكون فيه 20-50 ألف برنامج بالغ 50 ألف. فهذا نوع انتقاد او يمكن شرس نوعا ما، او زي انت استخدمت كلمه شفافيه، بس انا اشوفه انه بالعكس اعطى صوره جدا ايجابيه، دليل انه عندنا شفافيه اكثر من بعض دول الخليج، ودليل انه عندنا طاقه انتاجيه عظيمه يعني. الاشياء اللي صارت في الموسم الثالث اثبت انه يمديك تسوي شغل جدا جميل بفريق يعني محلي، مو لازم اروح المناطق اللي معروفة بأنه عندها إنتاج قوي زي بيروت أو دبي. فبالعكس وضع أتوقع إنتاجياً أو إعلامياً وضع السعودية في الخريطة، أنه والله نقدر نسوي إنتاج جميل يعني، يعني بتواضع بقولها. ما أتوقع أنه أوكي. هذا سؤال، هذا سأل منى 95، إذا في أحد في الثمانينات اتولد بالله يسألني لو سمحت، من باب التنويع مش أكثر. ليش ما تسوي سلسلة خاصة؟ طيب يا أمجد جاوبناك. إيش السبب انك ما كنت تخاف لما تتكلم عن مواضيع حساسه؟ هذا حسين مزجاجي.
والله ما ادري، اتوقع لانه تعريف المواضيع الحساسه اتغير ولازم نتعود على ذا التغيير. حتى ما بين الموسم الاول من اعطاء الموسم الثالث في مواضيع كنا ما نقدر نتكلم عليها الموسم الاول، نقدر نتكلم عليها الموسم الثالث. هذا نمو طبيعي والمفروض نحن نتاقلم مع النمو الطبيعي. يعني لو جاء احد قال اه والله تصدق التعليم عندنا خايس، يجي واحد يقول له اوه شمس الشموسه، لا يعني لا تكون سخيف. خلاص الحمد لله صرنا في وضع انه نقدر نتكلم باريحيه. مع اني على فكره انا شخصيا ما اؤمن بالحريه المطلقه. هذا موضوع نقدر نتكلم فيه بعدين. بس لا يعني ما اتوقع انه احنا تكلمنا على مواضيع حساسه صراحه. اتوقع كنا نقرب من مواضيع حساسه، نجلس هناك نجلس هناك نجلس هناك تستقر الامور، بعدين يصير ما هو حساس وننتقل لموضوع ثاني. بس ما احس انه قد كذا دخلنا في العالم. الله اعلم. هل ممكن نسألك أسئلة خارج برنامج يوتير ولا الأسئلة مخصصة؟ لا يا آلاء علاف أو علاف، عندك تسألي أي شيء تبغين. بس أتوقع نحن يعني مضينا وقت طويل، فيمكن كمان 5 دقائق أو كمان 7 دقائق حنقفل. طيب يا أخي كيف حالك؟ أنا الحمد لله يا معاذ أحمد، أنا كويس شكرا يا معاذ أحمد، سؤالك كان يعني أحس إنك مهتم. ليش دائم تذكر السلبيات بغض النظر عن الايجابيات بالرغم انها كلها تعود بالفائده سواء من تنبيه او تحفيز؟ والله احمد اليامي كلامك جميل جدا، ليش دائما تذكر السلبيات؟ انا اقول لك ليش. عاده هذه وجهه نظر على فكره، يعني ممكن اكون مخطئ. عاده السلبيات ما تكون مرتبطه بشخص تسميه ما هو قوي او صوته مو مسموع. فلو مثلا نتكلم عن البطاله، طيب نسبة معينة من الناس مو محصلين وظائف، هذول مين يتكلم عنهم؟ بينما الإيجابيات اللي هي موجودة إنه في وظائف كثيرة أوجدت، وزارة العمل عندها ميزانية عشان تتكلم عن ده الموضوع، عندها ميزانية وروحوا شوفوا الفيديوهات، شوفوا الأخبار، وزارة العمل مليون وظيفة، وزارة العمل تصحيح وضع مش عارف، فعندهم ميزانية يذكروا إيجابياتهم، نحن مو ضدها ما نعترض، طيب؟ لكن هذا اللي ما هو محصل وظيفة مين يتكلم عنه؟ فلازم someone has to do it، في احد لازم يتكلم عنه. فانت اللي بتسويه بتسوي وزنيه. الجهات الحكوميه هي وظيفتها تحتفل بانجازاتها. انا مو وظيفتي اجي اقول والله امانه الرياض صراحه العمل جميل يعطيكم العافيه، انتم عندكم ميزانيه بتجيهم ملايين عندهم يسووا اعلان يوتيوب، يسووا برنامج على التلفزيون، يسووا خبر في الجريده عشان يقولوا للناس انجازاتهم، هذه وظيفه شغلتهم هم. لكن هم بطبيعه الحال حيتفادوا ذكر سلبياتهم، يجي نحن. نحن نتكلم نقول والله اوه عندنا اعتراض على نقطة معينة، عندنا تنبيه على شيء، ونحاول قد ما نقدر نعكس يعني المجتمع إذا قدرنا، اللي هم الناس اللي ما لهم صوت أو إنه يعني ما عندهم مكان يتكلموا فيه. يعني من التجارب الجميلة وزارة الصحة ومسامير سووا مع بعض تفاعل يبغوا يوصلوا رسالة إيجابية وكان مشروع ناجح، المفروض كل الوزارات هم يشتغلوا. مو نحن نتطوع عشان نبرز يعني ايجابيات الوزارات، يعني مو شغلنا. ميزانياتهم ترى عنيفه، دوروا على الانترنت اكتبوا ميزانيه وزاره الصحه ولا ميزانيه التعليم، مهوله. بس هذا موضوع ثاني برضه نقدر نتكلم فيه. طيب انت انطردت يعني بسبب اخر حلقه؟ لا عبد الرحمن وجيه، لا ما انطردت للاسف، او لا الحمد لله اني ما انطردت. سؤالك جدا بريء وجميل. استنى خلينا نشوف متى تولد. I will be in the hall of fame. طيب ولا شيء ما تولدت. هل تنصح الناس يقدموا برامج مثل على الطاير؟ من نينو عبود. طيب انا انصحك انه اسم نينو يعني يمكن مو اسم مفضل، المفروض انا ما اعلق على اساميكم، انا اسف. ما ادري والله اذا انصح الناس يسووا برنامج مثل على الطاير، ما عندي جواب صراحه. انت هل تبغى تسوي برنامج زي على الطاير؟ السؤال يعني لك. انصحك انك تسوي شيء يعني ممتع لك، وانصحك تشوف اذا تقدر تضيف قيمه ايجابيه. عمر ما هو تخطيطك في المستقبل من برامج يوتيوبيه؟ جاوبتها قبل 3 أو 7 دقائق فيمكن شكلك جيت متاخر. هل في حمله ليان بيحتاجوا متطوعين يخدموا في المخيمات؟ هذه من ايمي محمد، حاولت اتواصل معاهم بس ما لقيت اجابه. صراحه يا ايمي او امي ما عندي جواب، بس ادري انه ليان بيستقبلوا تبرعات. ما ادري اذا بيستقبلوا تبرعات يعني اللي هي واحد يروح يشتغل بنفسه في الفتره الحاليه. يعني اكون شفاف، اذا انت في السعوديه لا تروحي لانه اتوقع خطر شويه دحين مع الضرب والمضروب. اتوقع انا دحين سويت خدمه لابوك وامك.
بس اعتقد يستقبل تبرعات ماديه ولكن مش عن طريق السعوديه، ماني متاكد على موضوع انه عن طريق السعوديه ولا عن طريق الكويت. جمعيه جيده، رحنا سافرنا معهم يعني صراحه ما شاء الله، الله يعطيهم العافيه. فيصل الدبيس يقول لي الى متى يعني for how long are you going to keep doing what. اوكي انا ما اعرف انجليزي، اعتقد سؤاله الى متى تحتاج تسوي برامج يوتيوب. مش هدفي في الحياه اني اسوي برامج يوتيوب، ما ابغى اصير اعلامي. فعلا سؤال جيد، الشيء اسويه هذا اتسلى فيه او اسويه على جنب، فما ادري الى متى. اعتقد الى ما كذا احس انه خلاص كذا كفايه، يعني زي كذا على الطاير حسيت انه اوكي خليني اوقف هنا. نفس الشيء اذا حسيت انه خلاص كذا كفايه، بس مو هدفي انه اسوي برامج للابد او اكون اعلامي او شيء زي كذا. طيب احمد زمانه سال سؤال جيد، كمهندس وين تزحلقت الهندسه؟ هل الاعلام الجديد ياكل عيش؟ احمد زمانه سؤالك جيد، حجاوبه بجديه الحين رغم انك حطيت لك ابتسامه كبيره. الهندسه تعلمك كيف تفكر، فدائما احسن شيء سمعته انه يقول لك لما تتخرج، اعتقد من دكتور حبيب العلي جامعه الملك فهد، قال لما تتخرج من الجامعه انت تكون جاهز تبدا تتعلم. فعموما انا تخرجت هندسه، اشتغلت سنه بين الهندسه والمبيعات نوعا ما، وبعدها انتقلت لشركه اداريه. فانا من زمان بطلنا من الهندسه وصرت في شركه اداريه، ما اعرف اذا تعرفوها، بي ان جي بروكتر اند جامبل، فجلست فيها 3 سنوات 4 سنوات. بعدين انتقلت ليوتيرن اجين في كعمل اداري، لاني متحمس اشتغل في شركه زي يوتيرن. يعني اول شيء انها شركه رهيبه، ثاني شيء انها شركه صغيره، فلك فرصه انك تتعلم خبرات اكثر من الشركات العملاقه. مو معناها انه الشركه الكبيره مو كويسه، ولا معناها ان الشركه الصغيره مو كويسه، حسب انت في اي مرحله من حياتك وايش الخبره اللي تبغاها. فلما انتقلت ليوتيرن كان انتقال اداري، ودحين خرجت من يوتيرن انتقال اداري. تاني مره اقول لكم دائما افصلوا، يعني انا بالنسبه لي برامج اليوتيوب او التلفزيون اتسلى عليها، زي لما انت تروح تلعب كوره او تروح النادي انا اروح اصور برنامج، يعني شيء اسويه على جنب اتسلى فيه، مره احبه واحط جهد كبير فيه قد ما اقدر يعني. فاتمنى اكون جاوبت سؤالك. الاعلام الجديد ياكل عيش؟ ايوه، اليوم صار ياكل عيش، بكره حياكل همبرجر. يعني طبعا انت اليوم لو انتقلت اليوم الاعلام الجديد كعمل مو كمقدم خلف الكواليس، بتكتسب خبره عشان لما يجي موضوع الهمبرجر انت عندك خبره كبيره، لان احنا ما عندنا جامعات اعلاميه في السعوديه، فالخبره هي افضل طريقه. وفي ناس اصلا يشوفوا ان الدراسه ما تفيد، الخبره هي الاساس في الموضوع الاعلامي. ما عندي وجهه نظر في الموضوع. في امل ترجع تقدم على الطائر الثاني اللي تقوله لينا؟ والله لا وايوه، يعني ما احب اقفل ابواب، بس ما هي في الخطه ابدا، ولا انه هي في تفكيري ولا هي في بالي اني ارجع اقدم، بس في نفس الوقت ما احب اقفل ابواب. ممكن اطلع على فكره كاميو امثل، على فكره اعتقد حطلع في 20، كلمني مؤمن اعتقد حزن علي قال لي ابغاك تطلع. فعموما يعني فيمكن اطلع في 20. اتمنى جاوبت سؤالك يا لينا. يوسف، why do you not establish a production company؟ هذه production company يا يوسف السعدي يمكن او السعدي، يوتر هي شركة فيها إنتاج وفيها نشر أو توزيع، فيها تسويق. واحد اسمه أمير نفسي، هل تعرضت لمضايقات خلال فترة تقديمك على الطائر؟ بشكل مباشر لا. السؤال اللي بعده، مرحبا عمر، من جد ما راح تنزل شيء من على إلى أنت؟ أوكي بتعيد نفس السؤال يا حسن. أوكي اعتقد انا شفت اسئله كثير، احسك بتروح ورا الشمس. What if you ask us a question؟ خلاص مازن هو اللي حيقفلها، مازن سال سؤال مره رهيب وحمشي على اقتراحه. يا مازن بسايسو، مازن يقول ليه ما انا اسالكم سؤال؟ طيب الاسبوع الجاي نبغى نلتقي نفس ذا اللقاء، بس نبغى نضيف لها انتم. هذه جمله غير صحيحه، يعني حيصير انتم بالفيديو يمديكم تشاركوا. البنات اللي ما يبغوا يشاركوا حطوا ستيكر، زي خالتي اول ما اشترت لابتوب، خالتي اول ما اشترت لابتوب حاطه ستيكر على الكاميرا، قول لها خاله ترى يعني ما يصوروكي اذا ما انت شابكه على الانترنت، قالت ما تعرفهم دول الامريكان. فعموما يعني كنت قاعد اتخيل واحد امريكي في لاس فيغاس يبغى يجي يشوف خالتي بشرشف الصلاه كذا، يبغى يخترق كمبيوترها ما عندها انترنت. عموما مو موضوعنا.
فين كنا؟ ايوه، فنبغى نسوي ذا اللقاء، وانتم عندكم تشاركوا بالفيديو، حنتواصل عن طريق الجوجل بلس والفيسبوك وتويتر. في الكومنتس اكتبوا ايش تبغوا انه نحدد موضوع، فاديكم اقتراحات. مثلا مواضيع تقدر تكون جديه، نمزح شويه بس تكون جديه. فمثلا عندك الراتب ما يكفي الحاجه، خلينا نتكلم على ذا الموضوع. ايش رايكم اصلا؟ هل هي تعتبر حمله؟ هل لها قيمه؟ ايش يعني الراتب ما يكفي الحاجه؟ هل فعلا الراتب ما يكفي الحاجه؟ ايش رايكم في الاعلام الجديد والتقليدي وكيف ردود الفعل الناس؟ او مثلا نتكلم عن نادي الاتحاد والازمه اللي هو فيها، او الكوره بشكل عام وضعها يعني المثير للاهتمام. فنقدر نختار موضوع، فانتوا اكتبوا في الكومنتس في اليوتيوب، مش في الفيسبوك مش في تويتر، في اليوتيوب اكتبوا الكومنتس. اللي ياخذ اكثر لايك خلاص احنا نحدده من بدري قبلها بيومين ثلاثه، يكون على نفس ده الموعد. اذا تبغوا تغيروه قولوا لي بالله، ويصير لقاء اسبوعي زي الديوانيه نتناقش فيها. ومو الكلام اللي بقوله ما هو كلام يعني صحيح، يعني هي وجهه نظري، وإذا دخلناكم في الفيديوهات انتوا تعطوا وجهة نظركم. حيكون عندنا 10 كل هانج اوت، وبعدين يمدي احد يطلع احد يخش مكانه، كل احد يحط وجهة نظره يرفعها على اليوتيوب وينتهي الموضوع. يعني مو انه صح او غلط او لازم احد يقنع الثاني. ممكن يصير انه شخص يغير وجهة نظره، انا شخصيا حخش على اساس انه مستعد انه وجهة نظري تتغير في موضوع معين. فهذا سؤالي لكم الاسبوع الجاي، عن ايش تبغوا نتكلم؟ وشكرا جزيلا صراحة للناس اللي سألوا أسئلة كثيرة، وشكرا يعني للناس اللي سألوا، مو شكرا للناس اللي طلعوا إشاعات وقصص، بس والله اهتمامكم كان يعني أحرجني، وهذا السبب اللي هو أنا حبيت إنه أجي وأوضح كم نقطة وإيش الخطط المستقبلية إن شاء الله. فإيش نسوي عادة؟ أشترك في القناة كذا أو كذا، وحطوا رأيكم في الكومنتس، وقولوا لي متى تبغوا الموعد. اذا ما اديتوني رايي يعني جدا كذا اغلبكم تبغوه، فخلاص حيصير الاسبوع الجاي نفس الوقت، يعني كل احد الساعه 9:30. اذا ما صار في موكب اخرني ربع ساعه الموكب. وشكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.